الراحل الكبير رحمه الله وجعل الجنة مأواه، حمل هم الأمتين العربية والإسلامية وقضاياهما وجعلها ضمن خارطة أولوياته وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. ومعنا على الهاتف ليحدثنا عن هذا الموضوع سعادة السفير رامي طهبوب، سفير دولة فلسطين لدى دولة الكويت. سعادة السفير مساء الخير. مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. سعادة السفير، بلا شك يعني رحيل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد رحمه الله كان له وقعه الحزين على الأشقاء في فلسطين، فماذا تقولون سعادة السفير إزاء هذا المصاب الجلل؟ يعني مرة أخرى رحم الله فقيد الأمة العربية والإسلامية وحكيم العرب وضمير الأمة. الوقع الذي كان على الشعب الفلسطيني وعلى دولة فلسطين هو وقع الصدمة، وفقداننا لحضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد رحمه الله بالنسبة لنا كان فقدانا أليما جدا جدا، خاصة ونحن نعرف أن سموه رحمه الله قد تبنى القضية الفلسطينية وليس فقط دعمها وسندها، لا بل تبناها في أروقة الأمم المتحدة، تبناها أينما حل وأينما سافر. وإضافة إلى ذلك سموه قد آمن في القضية الفلسطينية إيمانا مطلقا واعتبرها إحدى أولى أولويات السياسة الخارجية الكويتية، وبالتالي فقداننا لحضرة صاحب السمو الأمير الراحل رحمه الله لن يعوضه أي شيء. وما حدث في فلسطين وردة فعل الشعب الفلسطيني على وفاة سموه كانت كبيرة جدا، من أقصى شمال فلسطين إلى أقصى جنوبها بما فيها فلسطين داخل الأراضي المحتلة عام 1948، حيث أقيمت صلاة الغائب في جميع مساجد فلسطين وفي المسجد وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيم الشريف في مدينة الخليل. العلاقة التي كانت تربط حضرة صاحب السمو الشيخ صباح رحمه الله مع السيد الرئيس محمود عباس كانت أيضا علاقة شخصية وليست علاقة رسمية وليست علاقة عمل ما بين زعيمين لدولتين عربيتين، لا بالعكس، كان بالنسبة لسيادة الرئيس أخ وبكل معنى الكلمة. وبالتالي أقول أنه لن تسعفنا الكلمات بأن نوفي حضرة صاحب السمو الأمير الراحل رحمه الله حقه فيما في 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 حب الفلسطينيين له وفي دعمه الكبير ولا محدود لفلسطين وشعبها. سعادة السفير، يعني كان سموه يحتضن دائما القضية الفلسطينية منذ أن كان وزيرا للخارجية، يعني مسافة زمنية طويلة لم تغير قناعات سموه رحمه الله، فما هي شهادتكم إزاء ما عرفتم عن قرب من اهتمام سموه رحمه الله بفلسطين وبالقضية الفلسطينية؟ يعني مهما قدمنا من شهادات على ما قدمه حضرة صاحب السمو الشيخ صباح رحمه الله للقضية الفلسطينية لن نوفيه حقه. وكما ذكرت حضرتك بأنه منذ أن استلم وزارة الخارجية في عام 1963 كان واضح أن قضية فلسطين في وجدان سمو الأمير الراحل منذ صغره حتى. والخطاب الذي ألقي في الأمم المتحدة عندما استلم وزارة الخارجية عام 63 كان معظمه موجها نحو رفع الظلم عن الشعوب المقهورة وأولها الشعب الفلسطيني الذي شرد من أرضه ونفي من أرضه من قبل الاستعمار والاحتلال الإسرائيلي، ووصفه الاحتلال الإسرائيلي بأنه استعمار من نوع آخر كان دقيق جدا وكان يدرك وله بعد نظر ورؤية ثاقبة بأن الاحتلال الإسرائيلي هذا سيبقى جاثما على صدور الأمة العربية. وبالتالي لا ننسى أيضا موقف دولة الكويت في الأمم المتحدة عندما أصبحت عضو في مجلس الأمن عضو غير دائم، فقد وجه حضرة صاحب السمو رحمه الله وزارة الخارجية الكويتية ومندوبية الكويت في الأمم المتحدة بأن تكون
مسخرة لخدمة القضية الفلسطينية، والحمد لله يعني الكويت أوفت أعطتنا حقنا وزيادة وأكثر شوي فيما يتعلق في طرح القضية الفلسطينية أمام مجلس الأمن، وكان لدولة الكويت دور كبير في إصدار القرار رقم 2334، والذي كان أول قرار الولايات المتحدة تمتنع فقط عن التصويت وقد تم تمريره في الأمم المتحدة. لعبت الكويت في هذا الشأن دور كبير، وهذه كلها نحن نعرف وندرك تماما بأنها توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ صباح رحمه الله. القضية الفلسطينية بالنسبة له كانت جزء من قضايا الكويت، أي شيء كان يتعلق في الكويت كانت القضية الفلسطينية جزء منه. وبالتالي كما قلت لك، مهما نذكر ومهما نقول عن ما قدمه حضرة صاحب السمو للقضية الفلسطينية، لن نستطيع أن نوفيه نصف حقه في هذا الشأن. سعادة السفير، يعني مثل ما تفضلت بأن طبعا القضية الفلسطينية كانت في قلب الأمير الراحل رحمة الله عليه، نؤكد دائما بأن القضية الفلسطينية هي في قلب كل كويتي، رجلا أو امرأة، صغيرا أو كبيرا، تربينا وتعلمنا في مدارسنا وتربينا في بيوتنا بأن القضية الفلسطينية هي دائما قضية الكويت الأولى. كل الشكر لسعادة السفير رامي طهبوب، سفير دولة فلسطين لدى دولة الكويت. شكرا لك سعادة السفير.